تمام. وحضرتك بقى عايزه فلوس كاش ولا بشيك؟ لا بشيك. ليه يا بنت الحلال؟ ما تاخدهم كاش احسن، ولا خايفه تمشي بالفلوس؟ بعدين تخافي ليه وانت بسم الله ما شاء الله معاك الاستاذ؟ الا بالمناسبه الاستاذ مش تحت. الله 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 يا حبيبتي. ايه يا عز؟ خلي بالك شويه يا اخي، قول لهم الاستاذ صحصح شويه وبعدين. لا مؤاخذه يا جماعه، احنا كنا بنقول ايه؟ الاستاذ بقى بيشتغل ايه؟ هشام اخويا خريج كليه اداب قسم فلسفه، وبيشتغل اعمال حره. يا بنت معلش يا ابني، لا مؤاخذه. ايه يا هشام؟ ايه يا هشام؟ وريني. دم. انا عارفه هو ماشي ورا مين، ولا انتوا مش واخدين بالكم؟ عاصم ماشي ورا بنت الجربوعه السكرتيره اللي انا مش عارفه هو عاجبه فيها ايه اصلا، وكل شويه يتحجج لي ويزعل مني، بحجة طبعا ان انا ماديه وبتاعت مصلحتي والفلوس اهم حاجه عندي وحياتي مش عاجباه. ده لولا كام سنه اللي فاتوا وانا معاه كان زماله بيشحت وبيقول لله يا محسنين. انا اللي شغلت شركته الفاشله دي بعلاقاتي بمعرفي. ماشي يا عاصم ماشي، بس انا لو منك ما سيبوش. يعني انت تبني وغيرك ياكل على الجاهز؟ تسيبي البنت واقعه زي دي ما تسويش تلهفه منك؟ وبعدين لما واحده زي دي تنتصر عليك انت تبقى عيبه كبيره قوي في حقك يا لولو. وبعدين انت لميه ابو حسين ولا ايه؟ خلاص انا عاصم ده ما يلزمنيش، انا اصلا مسحت رقم تليفونه. بقول لك ايه يا لميه، فكري كده كويس واحسبيها، لما عاصم يسيب لميه ابو حسين عشان خاطر واحده زي ده ولا دي، شكلك هيبقى عامل ازاي قدام الناس؟ وايه اللي ممكن يفهموه من حركه زي دي؟ ايوه هيقولوا انه فضلها عليكي رغم ان هي كيت وكيت وكيت. طب لما هي بقى كيت وكيت وكيت انت تبقي ايه يا لولو؟ انا شلت الموضوع ده من دماغي خلاص، انا هروح لفريد مدلعني وشاريني بالعاصم بلا قرف. وعارفه بقى ان فريد حشيش ده عنده كانسر وممكن يموت في اي وقت، والحلم اللي انت معيشه نفسك فيه ده هتتفاجئي انه كابوس لما تلاقي نفسك شغاله ليه ممرضه يا عيني في شهر العسل. لو انت مش صاحبتي وعارفه انك بتتمني لي الخير كنت قلت ان انت عايزه تبوظي جوازتي من فريد. ايه؟ طب وانا هعمل كده ليه؟ هو انا مستفيده ايه؟ لا انا ولا هما مستنين منه جنيه. يا لميا انت عارفه كويس نهله بتحبك قد ايه. انا مش فاضيه، انا رايحه الجيم. هي الحكايه متقفله كده ليه يا توفيق؟ مجنونه انت كمان، رايحه تقولي لها ان فريد حشيش بيموت؟ ما انت كده يا فرحه هتطمعيها فيه اكتر، وبدل ما هتسيب الجوازه هتمسك فيه بايديها واسنانها. برافو عليكي شاطره. عداكي العيب، المبلغ مظبوط. تعرفي انا يخش مزاجي قوي الحريم الجدع اللي قد كلامها. طب عليا النعمه، انت اثبتي لي النهارده انك بعشر رجال. طب والنعمه دي كمان مره على راسي، انا احب اتعامل معاكي وما اتعاملش مع رجاله لمؤاخذه. يعني خدي عندك مثلا واحد زي عاصم خطيبي ده، عمره ما التزم معايا. نظامه ايه بقى؟ لف ودوران وكلام في الكليتش، فاكر انه يعني ممكن ينصب عليا. ولا اقول لك بلاش، بتفتكري ان انا بتكلم عليه؟ معلش يا حاج، كانت ظروف وحشه وصدقني لو هديت عليه شويه مش هتندم. وبعدين انا اقدر اخدمك في اي حاجه، تخليص جمركي، استيراد، تصدير. انا سمعتك المره اللي فاتت وانت بتقول عندك مشاكل في مينت اسكندريه، العبده لله ممكن تخلصها لك. ولو جيت لي اي يوم مزنوق في اي حاجه ممكن اعمل معاك احلى واجب. طب تصدقي بالله ان انا هحتاجك وهنتعامل مع بعضينا، لانك حرمه ماجدع وخساره في ال... ولا اقول لك بلاش، لا تقولي ان انا بتكلم عليه. بقول لك ايه، خد الايصال ده بتاعت اخر دفعه ودفعها، وبعدين بدل ما تخدميني اخدمي خطيبك، فهميه وعيه، قولي له لازم يسدد بقيه الاقساط في مواعيدها، والا هيبقى مش حلو. طب بقول لك ايه يا حاج، ما تفهمني بالظبط ايه اللي حصل بينك وبين عاصم؟ استغفر الله استغفر الله، لا تقولي ان انا يعني بتكلم عليه. خد يا حبيبي، خد يا هشام، بالشفا ان شاء الله يا حبيبي. من غير ميه ياما. زي ما يكون واحد ضربني بالنمليه فوق راسي.
مدافع يا أما صواريخ. ربنا ينتقم منها اللي كانت السبب دي، وابوها مش عارف يربي بنته المجنونة دي. ما تسمعش أما، دي بنت غلبانة، دي كانت هتشوهك وكان ممكن تعمل لك عاهة مستديمة وطول عليها غلبانة، أو أنت هتفضل طول عمرك كده ماشي عكس الناس وقلبك الطيب ده هو اللي جايبك ورا. يعني موت لك نفسي يا أما، هوديني وخديني على قد عقلي واعتبريني فاشل، استريحتي عشان كده بتاخد فوق دماغك على طول. بس يا أما رغم كل المصايب اللي بتحصل لي ورغم كل البلاوي بحمد ربنا وبنام وضميري مستريح. ايوه اهو الضمير ده هو السبب في رفضك من كل الشغلانات اللي بتروح. يوه يا أما يا لولو، معقوله كده؟ اتاخرت عليا كتير، خد بالك عندي غياب ساعة ونص في حالهم. سوري يا بيبي، معلش خلصت الجيم وقلت عادي على الكوافير جورجي اعمل شعري وشوية شوبينج عشان اجيلك حلوة. يا حبيبتي انت حلوة على طول، ربنا خلقك كده جميلة، لا محتاجة كوافيرات ولا مكياجات ولا حاجات ومحتاجة. قمر سارة مش عايز حد يخش عليها المكتب. انا حبيبتي بحب في الست مخها، تركيبة عقلها مش شكلها. فريد انا عايز اسألك سؤال كده بس محرجة شوية. افهم كده ان السؤال محرج؟ فريد هو انت عيان بمرض خطير؟ استنى ما تجاوبش، لو هتقولي اه او لا الموضوع ده ما يفرقش معايا خالص. عارف ما يفرقش معايا ليه؟ عشان ما بقاش ليا اي حد غيرك في الدنيا، كل الناس اتخلوا عني، كل الناس بعدوا عني. حذر فذر، هطلع لك من شنطتي ايه؟ عربية، فيل، ارنب، كلبة، مش عارف هطلع ايه. اول وصل امانة من عند عواد الكلاف. ها ايه رأيك بقى؟ انت رحت لعواد الكلاف؟ طبعا يا باشا، انا مش قلتلك حضرتك تقعد على الكرسي معزز مكرم وتحط رجل على رجل والحاجة تيجي لغاية عندك وفوقيها. بص كمان ايه، هو وصل الامانة في حاجة ولا ايه؟ لا ما فيهوش حاجة. تمام، امال بتهرب من عينيا ليه؟ يا دولي انا بهرب من نفسي، انتي عارفة انا دخت قد ايه عشان اسدد اول دفعة. انا خدت فلوس منك وحطيت فلوس مني وخدت فلوس الشركة ويا دوبك سددنا اول دفعة. يا دولي انا لسه عليا كتير قوي. معلش شوي شوي، مفيش حاجة بتيجي قفش كده مرة واحدة. بعدين هو انت مش مكتبك بيجيب لك ايراد؟ المكتب عليه ديون يا دولي، ده انا رفضت السكرتيرة عشان اوفر مرتبها. طنط رشيدة مامتك. طنط رشيدة مصرة ان ما عندهاش غير معاش ابويا والعمارة ايجار قديم في المانيال، تجيب لها 80 جنيه في الشهر بس. معلش روق كده وكل حاجة هتتحل ان شاء الله، ما تقلبهاش غم كده يا خسارة. وانا اللي كنت فاكرة ان انا لما اجيب لك الوصل ابتسامتك هتبقى مالية وشك وتقولي كلمة حلوة. وادي قدامك راجل اهو، بصي بصي. لا ده مش راجل، ده شاب، شاب وزي القمر كمان، بيشدك من دراعك وانت رايحه جايه ومحتاره. ضحكتيني يا زيزي والله. شاب ايه بس؟ وده بقى هيطلب ايدي من ضيا ولا ايه؟ صحيح يا فيفي، بالمناسبه هو جوزك ضيا ناوي يتاخر في السفريه اللي هو فيها دي؟ والله ما انا عارفه يا زيزي، بتسالي ليه؟ اصل بصراحة يا فيفي المفروض ان انت اللي تسألي. انا مش عارفة الستات اللي زيك دول اللي سايبين جوازهم يباتوا برا من غير ما يسألوهم راحوا فين ولا جم منين. ضيا طول عمره عيار وفالت، وانا لما اتجوزت كنت صغيرة وهبلة، انت عارفة بقى الحب اعمى ما سمعتش لحد. عرفت بعد كده بقى وقلت يمكن ربنا يهديه ويتوب. ربنا يسهل.
ما هو المتعود على حاجة طول عمره صعب انه يبطلها بسهولة. عموما خلينا في اللي احنا فيه. بصي الشاب اللي قدامي ده شكله جاي وعايز حاجة، بس يكونش ده العريس اللي جاي البنت الجميلة. يا ريت يا زيزي، انا نفسي اطمن عليها، خايفة جدا. والله عندك حق يا فيفي، اصل فنجانك ما يطمنش، بس انا اللي مش عايزة اقول، خايفة عايشك في قلق ووسوسة. لا ابوس ايدك، ما تسيبيش ركبي اكتر ما هي سايبة. انا كمان حلمانة بكابوس امبارح بالليل. اهو دخل عندها اهو. شايفه يا ست؟ ها ايه رأيك؟ تحبي نطلع وراه دلوقتي ولا نستنى شوية؟ رؤوف انت اتأكدت من رقم الشقة كويس؟ في ايه تهاني؟ طبعا اتأكد، انا مقبض البواب 50 جنيه في ايده عشان يقولي على كل حاجة صح. ودي البواب 50 جنيه تاني عشان نضمن مش هيفتح بقه. يلا يلا. مالك متضايق كده ليه وعمال تلفف وشي من الصبح؟ انت مش عايزاني بقى متضايق؟ هو اللي انت عاملاه معايا شويه؟ انت مجننه هنا؟ انت مخلياني عايز اهبد راسي في اي حيطه؟ بلاش لف ودوران يا كمال. انا مش هروح لثروت، يعني مش هروح لثروت. وقلتها لك 100 مره وهقولها لك تاني، مش قد ان انت تجيب لي حقي يبقى ما تستحقنيش. وبعدين ثانية واحدة بقى، ده أنا رحت معاك مرة واحدة المكتب وعملتلي فيها مناحة وزعيق وصريخ وبصلك وبصتيله وغمزلك وضحكتيله لحد ما جبتلي انهيار عصبي يا أخي. يا شهيرة أنت مش فاهمة حاجة. يا شهيرة أنا بحبك، أنا من حقي أغير عليكي، فاهمة؟ بقولك إيه، لو الشغالة اللي بتجيلك دي وزعيها، أنا مش ناقص خانقة وعايز أقعد معاكي لوحدنا. يلا. مش برضو شقة المدام شهيرة؟ خير أموري. وحضرتك المدام شهيرة مش كده؟ أيوة. أنا مين حضرتك؟ مش مهم الاسم، مهم الفعل. استعني. انت فين يا كمال يا طعيمة؟ يا كمال يا طعيمة انت فين؟ الله 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 الله. أهلا أهلا يا دونجوان الدقي ومحافظة الجيزة، بذمتك عملي فيها راجل؟ انت اللي جايبك هنا تهاني؟ ها؟ بتراقبيني؟ ثم انت عارفة كويس قوي ان الراجل غصب عنك. لو كنت راجل ما كنتش تسيب مراتك المحترمة وتلف الدور ورا النسوان، ورا واحدة زي دي تشفط فلوسك وتستقرضك يا هبل يا بوريال، عشان تعرف واحدة زي دي تستقرضك. بتمد ايدك عليا؟ بتمد ايدك عليا تهاني؟ طب اسمعيني كويس بقى. اسمعيني كويس، انا قبل كده رميت عليك يمين الطلاق مرتين، ودلوقتي اسمعي اليمين التالت، انت طالق يا تهاني، طالق بالتلاتة باللحظة دي، انت متحرمة عليا. سمعتك كويس ولا اقول تاني؟ والله يا حبيبي لو بعرف ازغرط وزغرط كنت سمعت مصر كلها ارجع زغروطه. زغرط انت يا رؤوف لو تعرف. يا ريت نعرف يا تهاني، ما كنتش اتاخرت. ما تزغرط. زغرط يا سكرتير الهانم. ده اللي جايبك هنا يا رؤوف؟ ها؟ جاي ليه؟ جاي تهدي نفوس ولا جاي تحقق حلمك القديم بعد ما تهاني اديتك بالشلوت زمان؟ يلا يا اخويا افرح وزغطط، اهو قدامك اهي متطلقه بالثلاثه. يلا يا اخويا. ما انت ما تعرفش يا استاذ قيمه الست اللي كانت معاك. انت كان معاك جوهره. اهي الجوهره قدامك يا سي الجواهر دي. الف مبروك عليك يا اخويا بالهنا والشفا. يا سيدي قبل ما تعمل راجل قوي كده ادفع اللي عليك الاول. اديني فلوس الاول يا كمال وبعد كده بروح في 60 داهيه. وانت يا اموره يا حلوه يا اللي فاتحه بيتك للمسخره والعربده والحاجات المقرفه دي، انت بتلاقي بره البيت ده بقى بره القرف. وانت كمان يا صبي العظمه مع الف سلامه بره البيت انت كمان. اصل بره والله. اطلع بره. اطلع بره انت. ايه؟ انت اولهم بره. مش عايز اشوف وشك تاني هنا. بره انت بتعملي ايه؟ انت بتضربيني؟ اطلع بره. مش عايز اشوف وشك تاني مع الف سنه. انت بتعملي ايه؟ امشي غور من هنا وامسك امسك. خد ده كمان. شهيرة سلامة. انت بتضربيني؟ مع السلامه. مع الف سلامه. شهيرة اسمعي الكلام انت بتقولي ايه؟ بس بلا قرف. استاذ الامر. نعم.
الملف ده ناقص ورقه عند ضياء بي، وكان المفروض يمديها من فتره، لكن الورقه دخلت وما طلعتش، ما اعرفش اذا كانت اتمضت ولا لسه. طب اعملك ايه دلوقتي يا كرم؟ استنى بقى ضياء بي، انا مش عارفه اوصله بقى لي يومين. طب ما هو كده مش هنعرف نحصل 62,000 جنيه النهارده من شركه الغمري، والفلوس دي هتوقف لنا رسوم لازم ندفعها بكره للغرفه التجاريه. يعني هناخد من هنا نحط هنا، دي فيها تاخير وغرامه وليله كبيره قوي يا انسه دولت. وانتوا جايين لدولت ليه دلوقتي؟ ما كان قدامكم ضياء بيه من يومين. وبعدين هي الحسابات فين؟ نايمين على ودانكم فالحين بس تقبضوا مرتبات وخلاص. المهم دلوقتي نحل المشكله دي ازاي؟ دي تخرب بيتنا فيها. قلت لي الورقه دي باسم شركه ايه؟ شركه الغمري للحداد والبويات. اتفضل يا سيدي، لقيت لك الورقه. احمدك يا رب، مش قلت لك هتلاقيه مضيها؟ شوف. العف. على فكره ده كان فيها خصم شهر على جميع موظفين الحسابات، ده ما كانش فيها استماره سته وعيد سعيد على الجميع. الحمد لله، اهو الواحد بيعمل الخير ويرمي البحر. دي بقى اول حته من الموديل ده تنزل مصر. يلا مبروك عليك يا ابو الكباتن. ازاي يعني؟ إذا كان الحتة دي شفتها على أربعة أصحابي ودخلت مزاجي وعجبتني فجيت أخلص فيها، وبعدين بقى بطلوا بقى الشغل اللي بتعملوه على الزباين ده. طب اتكل على الله ما بنبيعش. اتكل على الله يا عم. اتقل ليه؟ آدي البشر، لو عملت لهم هرجوز برضه بيتلمرضوا. اسفوكس. إيه مالك يا شيحة شايل طاجن ستك كده ليه؟ ده أنت المحل الوحيد في المنطقة اللي شغال، ده انا المحل اللي جنبك ومفيش زبون يوحد الله. بص في خلقتي من الصبح. جرى يا عم لوفا، انت جاي تقر علينا على المسا؟ هي جت عليا، ما الشارع كله بيقر. قال لي بالحق، انت عرفت ولا ما عرفتش؟ شكلك كده ما عرفتش. جرى يا لوفا، جرى يا لوفا، انا مش فاهمك. اعرف ايه وما اعرفش ايه؟ بيقولوا المعلم بتاعك القديم، المعلم خميس ابو ليله اللي اتشل يوم وقع في المحل ما حطش منطق. ماله المعلم خميس؟ بيقولوا مات في المستشفى النهاردة الظهر وقابل رب كريم. معلم خميس مات؟ ألا يا اخويا، انت مالك فرحان فيه كده ليه؟ الحق الحق، ده انت وشك هيفلق من الضحك. بس ها، ده المعلم خميس ده خيره مغرقني من ساسي الراسي. ما تعرفش العزة فين يا لوفا؟ هيكون فين؟ في صوان العزة طبعا، هي دي عايزة زكاوة. طب اتكل على الله عشان العفاريت بتاعتي ما تطلعش. يلا روفة. يا اخيرا يا ابو ليلى ريحتني وريحت الدنيا من زبالتك ووشك العكر. كل ما اجي اغير لك على الجرح
اقول لنفسي منها لله اللي كانت السبب دي. اللي كانت السبب دولت هي اللي خدتني على ملا وشي عند الراجل اسمه شوقي فنار ده، وخدت تاكسي ودفعت فلوسه من جيبي مع ان المشوار ماليش فيه مصلحه، وفي الاخر رجعت دماغي مفتوحه. ده بدل ما تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر ان انت شفت دنيا عمرك ما شفتها، ده انت دخلت فيلل وقصور عمر ابوك الحاج فرغلي سواق القطورات ما شافها. يا بنت ده اللي يسمعك كده يقول انك بنت لزغلي باشا، ده انت بنت عم حجازي سواق العربيات، على الاقل ابويا انا كان سواق قطوره يعني موظف حكومه، انما ابوك انت كان سواق عربيات على باب الله يعني عرباجي، ولما ربنا كرمه وترقى بقى شوفير عرباجي برضو بس بالفرنساوي. بس منك ليها، عيب عليكم، ده انا قاعده قدامكم، امال ربنا خدني هتعملوا ببعض ايه؟ وبعدين اللي بتتكلموا عنهم دول كانوا جوازي، ده بدل ما تدعوا لهم بالرحمه. مش هرد عليك يا دولت. استنى يا ولد، انت رايح فين؟ لسه جرحك مفتوح. هتمشى شويه، مخنوق منكم. حبيبي يا اتش، الف سلامه عليك ان شاء الله العدوين. انا عارف ان زياره المريض واجبه، ومعلش انا اتاخرت عليك في الزياره، انا قلت بس كده اظبط نفسي وبعدين يعني اجي لك في ساعه روقان، بس على الله الخبطه ما تكونش عملت لك عاه. الملف السعد يا طور، في حد يجي يزور مريض في ساعه روقان هتشلني. ربنا ياخدك وريحني منك. ربنا يخليك. ده ايه النور ده؟ ازيك يا خالتي؟ اهلا يا ابني. اهلا. ازيك يا دولة؟ اهلا اهلا. ببعت لك السلام مع هشام، كل يوم ببعت لك الصباح والمسا والتماسي يوميا على الله. ليه بتبعت لي يوميا ليه؟ لا عمرنا كنا اصحاب كافيه ولا زمايل دكه واحده ولا من بقيه عيلتي، بتبعت لي السلام يوميا ليه؟ اذا كان على كده فاحنا ان شاء الله هنكون اكتر من الزماله والصحوبيه والقرابه. انا ناوي باذنك يا رب كده والنيه لله، ناوي يعني. اه لو انت ناوي بقى انا مش ناوي. طب وانا لسه قلت حاجه؟ واضح انك فاهمه غلط يا انسه دولت، انا قصدي حاجه تانية خالص. من الاخر كده انا جاي اطلب ايدك، وقبل ما تنطقي كلمه كل طلباتك مجابه يا ست العرايس. ده انا كنت فاكراك جاي تزور صاحبك المريض، اتاريك جاي تشوف عروسه. والله انا حيرانه ياما، اصوت على اخويا ولا زغرت على العريس اللي جاي؟ هو انا يعني كنت زياره زي اصل هشام يا خالتي، احنا كنا يعني في حبيت تقول حاجه يا هشام. ما انا قلت لك واحنا الاول ما سمعتش كلامي. بقول لك وانت ابقى خد الحاجه دي معاك. يلا زغلول يلا، قضى الله ما شاء فعل. يلا حبيبي يلا يلا يا بابا يلا. بقول لك ايه يا اما، مش هتاخر، هودي زغلول اقرا دكتور نفساني وارجع على طول. يلا ثانيه واحده. هو كريم زغلول. يلا السلام عليكم. خميس قطعت بيا يا خميس، قطعت بيا. تعيش وتفتكري يا حاجه شاديه. راح المعلم خميس يا شحته، راح المعلم اللي صلني ولمني من البيع في الشوارع واتجوزني واداني اسمه ورعاني وخلاني بني ادمه. لا حول ولا قوه الا بالله، المعلم خميس عايش في قلوبنا يا حاجه شاديه. بقول لك يا حاجه شاديه يا اخويا، أنا سمعت إن المعلم الله يرحمه فاق قبل ما يتوفى بربع ساعة كده، ما قالكيش أي حاجة؟ أبداً يا أخويا، كل اللي قاله سامحيني يا شادية، أنا جنيت عليك كتير، سامحيني وقولي لكل الناس يسامحوني، قولي لهم يسامحوني يا شادية. وأما غمض عينه ما فتحهمش تاني وطلع السر الإلهي. ربنا يسامحه. يا خميس ربنا يسامحه ويغفر له. آمين. ويدخله فسيح جناته. آمين. آمين وفتح على روحه. الله يرحمك يا معلم خميس. الحمد لله.
راقي واحد استعجلني. حبيبه قلبي بابا روحي. لا 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 اتاخر ايه، ساعه واكون عندك. هوا بالف سلامه يا روحي، مع السلامه حبيبتي. ريسنا اقول لك ايه، انا هغيب عنك شويه كده وهرجع لك على عصاري. لو عوزت اي حاجه مني كلمني في التليفون، ولو عوزت اي حاجه تانية انا رازق لك الولع عظمه بره يضرب لك الارض تطلع بطيخ. سلامه برنس البرنسات. سلام يا ريس. سلام. استاذ عاصم امرهم. شوف لي زفت المودم ده مش شغال ليه، مفيش اي انترنت. هو حضرتك مع الاسف النت والتليفون اتقطع عشان الفاتوره ما تمقش. خلاص روح. يا رب يا رب، انا ارتكبت ذنبي ايه في حياتي يا رب عشان استاهل كل ده؟ سفر ربنا يا استاذ عاصم، في واحد اعترض زي حضرتك كده ربنا خرب بيته. اطلع بره، اطلع بره، اقفل بقك واطلع بره. شكرا. الو الو، ازيك يا ضياء؟ ايه مش راضي ترد على التليفون ليه يا جبان؟ سمعي